وماذا بعد؟ تغريد مقتدى الصدر يسابق قعقعة السلاح. التغريدة تدعو إلى فرض حالة الطوارئ ومحاسبة الجماعات المنفلتة، بينما الجماعات نفسها تعد العراق فعلاً في حالة طوارئ طالما هناك محتلون يتخذون السفارات معسكرات لهم. هم يقولون ذلك، فيرد الصدر بوصفهم تجار الجهاد ويدعو لتخليص الكرادة والجادرية منهم. لكن لماذا هذا الموقف الآن؟ هل له علاقة بالاقتراب من الانتخابات؟ أم أنه موقف ثابت يعلو به الصوت أحياناً تحت ضغط الظروف؟ الاحتمالان ممكنان، فالتيار الصدري يشحذ همته ويستجمع قواه الجماهيرية ليخوض الانتخابات المصيرية. لهذا شرع في استثمار جميع أوراقه، فراح يعري خصومه ويعزلهم ويهاجمهم في رسالة واضحة إلى أنه مقبل على معركة سياسية فاصلة. من بين أبرز هؤلاء الخصوم الجماعات المسلحة المارقة أو الوقحة حسب وصفه. ولكن لمن تتوجه الرسالة؟ إنها تتجه إلى القوى السياسية الفاعلة، سواء التي ضاقت ذرعا بالجماعات المسلحة أو التي غضت عنها البصر. فضلا عن ذلك، يكتب الصدر تغريداته للجمهور العراقي لا سيما الشيعي. الأسئلة التي تطرح اليوم على زعامة التيار الصدري كثيرة، يدور أغلبها في إطار موقف التيار من التحالفات التي تتيحها الخريطة الحالية، خصوصا بعدما أشيع عن انفضاض حلفه مع الشيوعيين والمدنيين. هل سيدخل الصدريون الانتخابات وحدهم أم بالائتلاف مع قوى أخرى؟ وإذا ما تحققت أحلامهم بمقاعد تمكنهم من فرض إراداتهم في البرلمان القادم، هل سيميلون إلى ما تميل به ريح القوى السياسية فيعيدون إنتاج المعادلة القديمة؟ ماذا عن موقفهم من حكومة مصطفى الكاظم وفرض رئيسها في تشكيل تيار انتخابي يدخل به الانتخابات؟ هل ثمة ما يجمع الطرفين أم أن الأمور اختلفت الآن؟ أسئلة كثيرة تحتاج إجابات، إجابات تلمح بها التغريدات ولا تقولها نصا. فدعونا نتأمل سماع شيء ما.